ولجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة المهندس طارق قنديل عضو مجلس الإدارة استقبلت امبارح دفعة جديدة. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده الأسبوع اللي فات ودي خبر برضو جديد، دفعة جديدة دلوقتي من الراغبين في الحصول على عضوية النادي. وطارق قنديل قام والأستاذ عزة حلمي مديرة الاشتراكات بعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين. شهدت بصراحة واحنا عرضنا ده برضو فترة الأخيرة كان إقبال كبير جدا من الاشتراكات في فرع التجمع تحديدا، كمان في ضوء الطفرة الإنشائية الهائلة اللي بيشهدها النادي. وعايز اقول لحضراتكم كمان يعني بالمناسبة ان احنا اتكلمنا على البادل قبل كده، كان يوم الاثنين اللي فات مجلس ادارة النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب راحوا افتتحوا بقى ملاعب البادل بفرع النادي. وعايز اقول لكم برضو كان شكلها حلو جدا. انا هناك وانا بصور التقرير، لما رحت اصور التقرير كانوا خلاص يعني كان فاضل يوم على ان هم او يفتتح يعني، فشكلهم حلو جدا. واعتقد هيبقى مناسب قوي كمان في فتره رمضان ان الناس تروح تلعب. يعني هي رياضه على فكره منتشره مؤخرا بشكل كبير جدا، فهي زي التنس، بادل دي حاجه رياضه كده زي التنس شويه، نفس الفكره نفس الملعب بس ليها رولز تانية. ف بس